بهيدي البارت رح بحكي عن الكلاسفول اي بي ادريسينج، رح بلنش بشوية فاكتس. اربانات بلشت بال 1969، سنة 1989 تم تحويلها يلي منقله اليوم الانترنت. بال 1989 كان في حوالي 159,000 هوتس كونكتد. بسنة 2000 صار في 72 مليون هوستس كونكتد. بال 2008 صار في أكثر من 541 مليون هوست، واليوم في أكثر من 1 بليون هوستس كونكتد. بلا الـ VLSN والـ CDR، وإذا حطينا على جنب الـ IPv6 ما بيأدي الـ IPv4 اللي ينعطى أدرسز لكل هالهوست، وكان خلصن أدرسز من زمان. إذا منرجع لـ RC79A اللي هي الـ Original Specification تبع IPv4 اللي انخلقت أو اللي كانت released بال 1981، بيقولوا فيها أن الـ IPv4 was established to provide different sizes large, medium and small organizations. وهون صار عندنا الكلاس A, B, C يلي they were defined with a specific format للhigh order bits. الكلاس A الhigh order bits تبعها هي 0، بتبلش من 0.0.0.0 وبتخلص ب underset 255255255. الكلاس B الhigh order bits تبعها هي 10، بتبلش ب اندو 8.0.0.0 وبتخلص ب ان اوف اندو 55255255. الكلاس سيل هاي اوردر بيتس تبعها هي 0، بتبلش ب ان اوف 2.0.0.0 وبتخلص ب 2.3.255255255. المالتي كاست الهاي اوردر بيتس تبعها هي 0، وبتبلش ب 2.4.0.0.0 وبتخلص ب 2.3.255255255. الاكسبيريمنتال الهاي اوردر بيتس تبعها هي 4 انات، بتبلش ب 240000 وبتخلص ب 255255255255. عم نشوف ناو ان ديتيلز تقسيمة الاوكتيات تبع كل كلاس. الكلاس A بتعطينا 16,777,214 اي بي ادرس للهوست على كل نتورك، وفي عنا 128 possible networks. الكلاس B بتعطينا 65,534 اي بي ادرس للهوستس على كل نتورك، وفي عنا 16,384 possible networks. الكلاس C بتعطينا 254 اي بي ادرس للهوستس على كل نتورك، وفي عنا تقريبا مليونين possible networks. السبنتس تبع النتوركس بيتحددوا حسب هن باي كلاس. التشويس الوحيد اللي فيه ينعمل هو اي كلاس نستعمل، وهيدي بتتقرر حسب عدد الهوست اللي عنا اياه هون على النتورك. هيدي كانت البارتي 2، حكينا فيها عن الكلاسفول اي بي ادريسز ان ديتيلز. هلا بالبارت 3 رح احكي عن الكلاسفول راوتينج بروتوكولز.